فقدنا الهوية وهم أرادوا هذا، فلماذا لا نعود إلى الله؟ فهذه الأمور التي يعني ذكرناها وغيرها نريد أن تطبق على الواقع، أن يكون العبد المسلم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأخواننا، الوصية إن كانت هناك وصية فهي الوصية للكل، أن نكون خير خلف لخير سلف، وأن نقوم بهذا الدين، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا شقيا ولا محروما، وأن يردنا إليه ردا جميلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من شارك وأسهم في إنجاح هذه الدورة، والله أعلم إن كان هناك تفريط أو يعني خلل أو نقص في الدورة، فالله أعلم أنه مني، لأنه كما تكونون يولى عليكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأسأل الله أن تعفو عما بدر مني، يعني من أنني أحيانا يعني قد أتطاول على البعض، أو يعني أوقفت بعضكم وسحبنا الجوالات وغيره، ف يعني هذا ما كان إلا من باب الحث على العلم الشرعي. وأنا والله على ما قلت لكم، وهذه المقولة نقلت عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب في الناس وقال: يا أيها الناس، إني لست بأفضلكم، لست بخيركم، ولكنني والله خير لكم. وأنا والله ما أحببت أن يكون هناك يعني كلمة للوداع وكذا، لأنني لا أريد هذه المسائل، حتى هذه الشهادات وغيرها أنا أخشى أن تكون يعني بعضها شهادة زور. فنريد أن الله سبحانه وتعالى يشهد الملائكة ويشهد من في الأرض على أننا يعني قمنا بشيء مما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاكم الله خير. بالنيابة عن لجنة الدعوة في المسجد وعن إدارة المسجد المباركة وعن جميع الحاضرين والحاضرات، أتقدم بتقديم شهادة شكر وتقدير لفضيلة الشيخ على ما بذله من مجهود، جزاه الله سبحانه وتعالى عنا خيرا. تفضل الدكتور إسماعيل يسلمها. هذا شهادة الزور. بارك الله، جزاك الله خير. طيب، جزاكم الله خير. الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم. الناجحون في الامتحان والحمد لله شهادات يعني أكثر من 80 رجل و20 أخت فاضلة، بإذن الله سبحانه وتعالى نوسع الشهادات لاحقا، والذعر فقط على المتفوقين الذين حصلوا على أكثر من 90%.
Buenas noches.